دي بروبلم رقم 23 في الكتاب. بيقول لك ان الكولر ده تمام كتلته 1 كيلوغرام attached to a spring يعني مربوط بالسبرينج ده تمام وبيتحرك بدون فريكشن بدون قوة احتكاك along a circular rod ده circular rod بيتحرك عليه يعني which lies in horizontal plane يعني الرود ده بيتحرك في افقي هو انت شايفه بعينك رأسي لكن هو بيقول لك افقي يعني هو عامل كده وضع افقي لما تبص كده من فوق تشوف ده ماشي تمام the spring has constant k قوة السبرينج هي 250 وإز undeformed السبرينج ده undeformed يعني للنود when the color is at B يعني السبرينج ده قبل الشد يعني قبل ما يتغير طوله يعني اللي نود هو كان عند نقطة B يعني الشكل ده كان بكام هنحسبه دلوقتي knowing that the color passes through point D لما الكولر يعني هو الكولر كان هنا عدى من نقطة D بسرعة 1.8 متر في الثانية عايز يحسب السرعة بتاعته لما يوصل لنقطة C ولما يوصل لنقطة B تمام؟ تمام يبقى احنا عندنا ال M وعندنا K وعند ال S بقى مش هو مديك نص القطر 300 مليمتر اولا انت هتحول الاطوال كلها بالمتر الاطوال كلها تحولها بالمتر خلاص يعني هتقسم على 1000 عشان دي مليمتر يعني الطول ده ما تحوله للمتر هيبقى 575 من 1000 تمام ماشي و 300 دي هتبقى 300 من 1000 متر كله بقى يبقى من 1000 وال 125 تبقى 125 من 1000 متر تمام ماشي هو مديك نص القطر 300 يعني نص القطر ده شايف كده معايا قطر نص القطر النقطه دي نص القطر ده كله 300 وهو مديك الحته دي 125 يبقى انت لو 300 طرحتها من 125 هيبقى كام هيبقى 175 مليمتر هتحول المتر يعني 175 من 1000 يبقى احنا جبنا ال L نود بكام ال L نود بتساوي 175 من 1000 متر وجبنا عندنا الماس 1 كيلوغرام عندنا قوة السبرينج K بتساوي 250 نيوتن بير متر عندنا السرعة عند نقطة D بتساوي 1.8 متر بير سكند هو عايز يحسب السرعة عند نقطة C والسرعة لما الكولر ده يمر بنقطة B كمان ايه الحاجة الوحيدة المعلومة عندك عندك ال VD السرعة عند ال VD وعندك برضو البعد بتاع السبرينج عند ال VD يبقى عندك طول وعندك سرعة تمام وهيبقى عندك طول وسرعة في الجزء الثاني يبقى اقدر استخدم في هذه الحالة قانون اللي هو بيقول ده القانون ده بيقول ايه بيقول ان كاينيتيك انرجي عند نقطة دي اللي هي اول نقطة هيمر بيها الكولر زائد الدلتا ورك تغير في الشغل دلتا ورك عند نقطة دي بيساوي كاينيتيك انرجي عند نقطة سي زائد الدلتا ورك عند نقطة سي تمام وانا عارف ان كاينيتيك انرجي بتساوي نص ام في سكوير وهو الجسم مر بنقطة دي يبقى تدي ام في دي سكوير زائد الورك هو فورس في ديستنس الشغل هو فورس في ديستنس ايه الفورس الموجودة في الحتة دي من اول نقطة دي لغاية من اول نقطة دي لغاية نقطة دي ايه الفورس اكيد طبعا قوة السبرينج
يب قانون قوة السبرينج بتقول نص كي وكي ده مضروب في مسافة ال سكوير ناقص ال نود سكوير. تمام، يعني طول السبرينج بعد الشد ناقص طول السبرينج قبل الشد والاتنين تربيع هيساوي نفس الكلام عند نقطة سي، يبقى نص كينيتيك انرجي عند نقطة سي بتساوي نص ام في سكوير، هو هيمر بنقطة ايه سي يبقى ام في سي سكوير، زائد الورك عند نقطة سي بيساوي فورس اوف ديستنس، يبقى برضه نفس الكلام والفورس اللي موجودة في المسألة هي فورس بتاعت السبرينج نص كي مضروبة في ديستنس اللي هي ال سكوير ناقص ال نود سكوير. تمام تمام لو بصيت هتلاقي ان كل الحاجات دي معلومة، انت مش خدت القوة من عند النقطة دي يبقى تاخد المسافة برضو من عند النقطة دي. طب المسافة عندك هنا من النقطة دي لغاية نقطة دي كام؟ هي 125 زائد 300 يعني 425 مليمتر، يعني بتساوي 425 من 1000 متر. دي هي طول الجديد، طول الجديد، طول بعد الشد أو طول الجديد. تمام، هو ده اللي أنا عايزه، حطه بقى كايه معامل جديد. يبقى الطول الجديد عند دي يعني من نقطة نقطة لغاية دي هو 425 متر من 1000. ماشي خلاص كده انت حليت الجزء الأولاني بتاع الحتة دي، وبالتالي تقدر تقول بقى ادي نص كتلة الجسم هي 1، السرعة هي 1.8 من 10. انا حولت الابعاد متر عشان السرعة بالمتر على الثانية، فما ينفعش السرعة تبقى متر على الثانية والابعاد تشتغلها بالملي، لازم كله يكون واحد في الابعاد. يبقى 1.8 من 10 سكوير زائد نص قوة السبرينج هي 250 نيوتن في ال سكوير اللي هو الطول الجديد اللي هو من عند النقطة دي لغاية الدي اللي احنا جبناه 425 من 1000، 425 من 1000 وهيبقى سكوير ناقص ال نود، ال نود موجودة 175 من 1000 طول قبل الشد، يبقى 175 من 1000 سكوير. فهي مشكلة في دي؟ مش مشكلة. ده الطرف الشمال، الطرف اليمين هنحطه تحت شوية. ادي الطرف اليمين بيساوي نص ام برضو زي ما هي بواحد كيلوغرام كتلة الجسم، السرعة عند نقطة سي وهو اللي عايزها فمجهولة، زائد نص قوة السبرينج هي 250 نيوتن، الطول بعد الشد والطول قبل الشد هيساوي كام؟ طب الطول قبل الشد معروف 175 من 1000 سكوير، الطول بقى بعد الشد بعد ما تشد السبرينج ده ويوصل عند نقطة سي، يعني تخيل معايا ادي السبرينج هنا اهو، لما تشد السبرينج ده ويمشي كده هيبقى هنا، يعني الكولر هيبقى في النقطة دي، وبالتالي السبرينج عشان مربوط بالحتة دي فهيروح هيبقى بالشكل ده، هيبقى السبرينج بالشكل ده. فهو في الحتة دي مثل الوتر لما وصل عند نقطة سي وتربطها بنقطة الأصل اللي اتحرك منها، ما دي نقطة الأصل اللي اتحرك منها،
حركة من أكن هنا وهنا وهنا. عند نقطة سي هنا بتمثل ايه؟ الوتر. ده الوتر. تعرف تجيب الوتر مع عن طريق فيثاغورس. طيب أول حاجة، مش ده المركز؟ وهو قالك نص قطر 300، يبقى الطول ده كمان 300. الطول ده أهو، ده بيساوي 300. 300 ملي متر، يعني 300 من 1000 متر. تمام. طيب عن طريق فيثاغورس تعرف تجيب الوتر. جذر تربيعي للضلع ده تربيع، ده للضلع ده تربيع. يعني ال سي، يعني الطول عند نقطة سي هو بيساوي ايه؟ الجذر التربيعي لمية، هنشتغل بالمتر بقى، 125 من 1000 متر سكوير زائد 300 من 1000 متر. مش لازم نكتب الوحدات، خلاص 300 من 1000 سكوير. تمام. كده انت جبت ال سي. تعال نحسبها مع بعض بالآلة ايه. هيبقى جذر 125 من 1000 تربيع زائد 300 من 1000 تربيع، يعني هيساوي ال ال سي هتساوي 325 من 1000. يبقى ال ال سي اللي هو طول بعد الشد زي ما احنا شايفين اهو، هو 325 من 1000. نكتبه في المعادلة هنا اهو. ال ال سي هو الطول عند نقطة سي بعد الشد السبرينج 325 من 1000 متر. خلاص هو ده اللي انا عايزه. فانا بقول الطول بعد الشد اللي هو هنا ناقص الطول قبل الشد، يبقى الطول بعد الشد 325 من 1000 متر. 325 من 1000 متر طبعا سكوير، عشان القانون بيقول سكوير. بقى دلوقتي المعادلة كلها، المعادلتين عندك، دي المعادلة الأولى بتساوي المعادلة التانية. المجهول الوحيد اللي في المعادلة هو الـ C الـ VC سكوير، فبالتالي تعرف تجيبه بكل سهولة. يبقى الـ VC هيساوي 4.7 متر بير سكند. طه عندنا برضه السرعة عند نقطة C بتساوي 4.7 متر بير سكند. طيب كده بقت نقطة C عند المسافات معلومة وعند السرعة معلومة. أقدر أنفذ نفس الكلام من نقطة C لD بكل بساطة. اقدر اشتغل من نقطة سي اللي بقت معلومة دلوقتي كسرعة وك ضلع، واقدر اشتغل بينها وبين نقطة دي فبتعرف اجيب دي بنفس الطريقة اللي جبت بيها سي. طيب فين نقطة دي؟ عايز السرعة بي ولا ايه؟ سوري، او عايز بعد ما جبت نقطة عند سي عايز بقى لما يوصل لبي هنا السرعة تكون كام؟ سبرينج لما ده يجي كده ينزل ويوصل عند نقطة B. طيب هو اتحرك من أول نقطة، أول نقطة دي اسمها C، يبقى DC زائد دلتا ورك C بيساوي TB النقطة اللي وصلها زائد دلتا ورك B. تعال نكتب الكلمتين دول. TC زائد دلتا ورك C بتساوي النقطة اللي هيوصلها TB زائد دلتا ورك B. طيب ال TC هي نص كينيتيك انرجي اللي هي MV C سكوير، وال VC احنا جبناها دلوقتي بقت نقطة معلومة، زائد الدلتا ورك C اللي هي احنا جبناها برضو دلتا ورك سي اللي هي كانت نص 250 في الرقم ده.
خلينا نمشي واحدة واحدة. هتساوي نص كي ال سكوير ناقص ال نود سكوير، ده القانون. بيساوي كينيتيك انرجي عند نقطة بي وهو نص ام في بي سكوير زائد الورك لو فورس اوف ديستنس عند نقطة بي وهو سبرينج برضو نص كي في ال سكوير ماينس ال نود سكوير. تمام، نحسب نص في كتلة الجسم بكام، هي بواحد. ال في سي بكام احنا جبناها؟ جبنا ال في سي بأربعة بوينت تمانية، وهنا هنربحها في القانون، زائد نص كتلة سبرينج 250 مضروبة في ال سكوير ماينس ال نود سكوير. ال سكوير اللي هو ناقص ال نود سكوير. تعال نشوف الطول ده مع بعض ثانية واحدة. تمام، طيب ما انا جبت اساسا دلتا ورك سي دي، انا جبتها اللي هي كانت بتساوي اللي هي بين الدي والسي، جبنا التي سي زائد اي في الحته دي، جبت التي سي زائد دلتا ورك سي، التي سي اللي هي نص ام في سي سكوير زائد هذا الجزء ده هو الدلتا ورك سي اللي هو هذا الجزء انا جبتها، بدل جبتها مش هعوض بقى تاني وخلاص، هاخدها بقيمتها دي. اما تحسب قيمتها لوحدها هتساوي 9.375، يبقى دلتا ورك سي بتساوي 9.375. خلاص انت بقى عوض بيها في القيمة في المعادلة ما بين سي وبي، التي سي هي نص ام في سي سي سكوير، والفي سي احنا جايبينها قبل كده، زائد نص كوتل سبرينج 250 ال سكوير ناقص ال سكوير. طيب مش هي كل ده اللي هو بيساوي دلتا ورك سي؟ خلاص انا هعمل احسبها تاني من جديد، ليه؟ انا جبت الدلتا ورك سي قبل كده. دلتا ورك سي اللي هي كانت بتساوي لما انا حسبت دي اللي هي 9.375. الكلام ده بيساوي النقطة الجديدة بقى اللي انا الغير معلومة اللي هي كانت نص في واحد في ال في بي سكوير، تمام، زائد نص الكيلو 250 نيوتن في ال سكوير ناقص ال نود، طبعا معروف ال نود طبعا ثابتة 175 من ألف سكوير. دلوقتي ال عند نقطة بي بتساوي كام؟ ال عند نقطة بي بتساوي كام؟ هقولك ال عند نقطة بي هو قالك في المسألة لما انت جبتها في الأول خالص هي ال نود أساسا. ال لما توصل كده وتلف تلف تلف لغاية لما ترجع ل ال نود، يبقى ال عند ال نود أساسا هي نفس القيمة، فإذا هتساوي نفس القيمة. يعني لما ال اللي هو الطول يوصل لحد ال B يعني وصل لل ال نود، يعني هيساوي نفس القيمة سكوير. بالتالي دي كده بقت بصفر، صفر مضروب في الكلام ده، يبقى الحتة دي كلها الترم ده كله راح، الترم ده كله راح بقى بصفر. ايه اللي هيتبقى؟ هيتبقى لي نص ده الترم اللي هيتبقى. يبقى الفكرة لما احنا جبناها قلنا الطول عند نقطة بي هيساوي ال نوت. طيب يبقى اذا ال سكوير هو الطول الجديد
طيب الطول الجديد عند نقطة B هو بيساوي ال L نود، ف L نود ناقص L نود بيساوي صفر. يبقى اللي بقى في المعادلة دي هو الآتي، هيتبقى نص مضروبة في واحد مضروبة في 4.8 سكوير زائد 9375 من 1000 بيساوي نص في بي سكوير. وبالتالي بكل سهولة تعرف تجيب الفي بي لأنها في مجهول واحد، فالفي بي هتساوي 6.46 متر بير سكند. وشكرا.